تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في جولتنا الاقتصادية من السوق الأسبوعي. السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير. مؤشرات إيجابية لأداء سوق الأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، ربحت خلاله البورصة المصرية نحو 9 مليارات جنيه بنسبة بلغت 1.7%، واستطاعت الأسواق أن تعوض بعضا من خسائرها التي منيت بها بداية شهر أكتوبر مدعومة بمشتريات المستثمرين العربي والأجانب. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية ليصل في المتوسط إلى 3% مدعوما بمشتريات الأجانب والعرب، وأرباح بلغت 1.7%. يمكن الأسبوع ده كان فيه تباين واضح جدا ما بين الارتفاع والانخفاض. شفنا أن في بداية الأسبوع كان فيه انخفاضات في المؤشرات، تدريجيا وصلنا للنهاردة في ارتفاع كويس قوي، فوليوم كويس. شايفين المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات بيتجهوا للشراء بقوة، الفوليوم بقى كويس فوق المتوسط، على الأقل بيبقى فوق المتوسط. ورغم تعويض الأسهم المصرية لخسائرها خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر، إلى أن تعاملات الشهر شهدت خسارة قدرت بنحو 22 مليار جنيه بنسبة بلغت 4.2%. أداء الاقتصادي السيء للبورصة الفترة السابقة بسبب تدني المؤشر، وخصوصا مؤشر رئيس البورصة بيقيس أداء المستثمرين العرب والأجانب، ابتدى المؤشر يعدل من اتجاهه بعد ما وصلنا لغاية 8600 نقطة، ابتدى يرتفع مرة أخرى. الانخفاضات كانت بسبب تقرير البنك الدولي عن تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في أمريكا واحتمال دخولها في منطقة ركود. واستحوذت تعاملات المصريين على نحو 79%، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 21%. وكان قطاع العقارات هو الأنشط من بين القطاعات. الفترة السابقة كان في وضع هش بالنسبة للمؤشرات، لأن كان بيتمثل صعود البورصة المصرية على قطاع ممكن نقول كان يتمثل في قطاع الإسكان وقطاع البنوك على رأسها البنك التجاري الدولي، اللي هو كان بيمثل نسبة كبيرة جدا من الأوزان النسبية في المؤشر، اللي هو يصل إلى حوالي 26% من نسبة المؤشر اللي هو كيس 30. وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بلغ 2,226,000,000 جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 2,373,000,000 جنيه خلال الفترة ذاتها. أداء جيد لمؤشرات البورصة المصرية ومكاسب تخطت 9 مليارات جنيه، وتفاؤل بأن تكون الفترة القادمة أفضل أداء من سابقتها. من داخل البورصة المصرية، صابر السكري، السوق. ما زلنا في الموضوع، وللمزيد من التحليل والمتابعة حول أداء البورصة المصرية والبورصات الخليجية ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عيسى فتحي، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال. مساء الخير أستاذ عيسى. سنبدأ بالحديث في الواقع عن البورصة المصرية، والحديث سيكون يعني ذو شقين. نبدأ بالأداء الأسبوعي، والأسبوع الأخير في الواقع ربما كان الأداء إيجابيا بعض الشيء رغم أحداث أمنية كانت معروفة للجميع في سيناء. هل من تفسير لتجاهل البورصة لهذه الأحداث وإغلاقها على ارتفاع وتحقيق أرباح تجاوزت حوالي 9 مليارات جنيه؟ يعني دعني في البداية يعني أشير إلى أنه دائما البورصات يجب أن ينظر إليها من خلال منظور الاقتصاد السياسي وليس من المنظور الفني اللي دائما بنتكلم فيه صعود أو هبوط. يعني الهبوط الذي حدث قبل ذلك حدث بفعل فاعل، وهو تقرير صندوق النقد الدولي. وهنا يمكن صندوق النقد الدولي يعني يمكن أنا بعتبره يماثل داعش في المجال الاقتصادي، فإنه تشبيه جديد هذا، لأنه دخل بعبارة يحذر من دخول العالم في ركود. صحيح. وكان هذا الأمر بيطلع في وقت أن أمريكا بتوصل لأدنى معدلات في البطالة، وبريطانيا نفسها بتنخفض فيها البطالة، لمجرد أن الصين معدل النمو انخفض من 8 ل 7.3% في الربع الأخير، خاصة أنه الركود كلمة ضخمة جدا في الاقتصاد وتعني أزمة كبيرة جدا، والأزمات عادة بتحدث كل عقود. هي تصدر من هيئة كبيرة زي صندوق النقد، ده موضوع مهم. المشكلة أنه هنا يمكن بتحضرني هنا كاتبة كندية شهيرة اسمها نعومي كلاين، كانت عاملة كتاب اسمه عقيدة الصدمة، بتتكلم فيه على أنه كيف يمكن تحقيق المكاسب من خلال الصدمات. أحيانا صندوق النقد الدولي بيشتغل لصالح
دول وشركات، يعني مش لان هو النهارده الاقتصاد العالمي اقتصاد شركاتي، يعني حتى الدول نفسها دورها بيتراجع لحد ما. فهذا التقرير ادى الى التدهور اللي حصل في كل البورصات، والا النهارده ما هو تفسير ان داو جونز يوصل ل 17390 امس وكان نزل ل 16300؟ ايه اللي حصل؟ هل الركود راح؟ نفس الشيء البورصات الاوروبيه، ايه اللي حصل فيها؟ اليابان نفسها اللي كانت بتترنح بقت داخله في 16000، واللي يشوف الفيوتشرز النهارده هيستغرب، هيلاقي برضه بوك هات بوك، يعني اللي ما هيفتحوا هيفتحوا على صعود برضه الايام اللي جايه. ده بس ايه في البدايه حبيت اقوله عشان خاطر برضه نبقى فاهمين انه بيتم التلاعب بالبورصات على اعتبار انها الكريستاله الهشه في الاقتصاد العالمي. انها لما بيحط عليها شويه غبار الناس ما بتشوفش كويس. نيجي بقى للاحداث الامنيه، ليه ما اثرتش على البورصه المصريه؟ اولا المصريين اعتادوا على هذه الاحداث، لم تعد جديده، يعني هي تشابه رفح الاولى ورفح الثانيه. لكن كمان مما قلل من او خلى تاثيرها يعتبر شبه منعدم انها كانت في يوم اجازه جمعه ثم سبت، ثم ان الاجراءات القويه اللي اتخذتها الدوله في هذا الشان ادت اطمئنان للمستثمرين او المواطنين بصفه عامه على انه هذه المره ليست مثل كل مره. طيب هذا بالنسبه للاداء الاسبوعي، لكن الاداء الشهري مني بخسائر وصلت تقريبا الى 22 مليار جنيه بعد ان اختفت اثر الخسارات او اثر الانهيارات المتواليه والتراجعات الحاده في الاسواق العالميه. كيف تقيم الاداء بشكل عام او الاداء الشهري للبورصه المصريه بشكل عام؟ يعني الطبيعي جدا ان يكون الاداء الشهري بهذا الشكل، لان احنا الاستفاقة أتت في الأسبوع الأخير، لكن كان ما يسبقه كان كثير يعني. وده يدل عليه حاجة بسيطة، المؤشر نفسه المؤشر الرئيسي قفل عند 9115 في حين أنه كان في وسط الشهر وصل ل 9800، فده يبين ليه حجم الخسارة كان كبير، وبالتالي لم يستطع الأسبوع الأخير أنه ينتشل البورصة من كل الخسارة اللي ألمت بيه. السيد عيسى فتحي، هذا هو الحال بالنسبة للبورصة المصرية. ننتقل وإياك للتعرف على البورصات الخليجية. فقد تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع المنقضي بنسبة 1.28% بتزامن مع إعلان الشركات عن نتائج أرباحها الفصلية والتي تباينت بين المكاسب والخسائر. وسجلت بورصة قطر ارتفاعا طفيفا، وربح رأس مالها السوقي ما يزيد على مليارات ريال بالتزامن مع الإعلان عن نتائج إيجابية للشركة المقيدة بنهاية أو للشركات المقيدة بنهاية الربع الثالث. أما أسواق الإمارات فلنتعرف عليها بالتفصيل في التقرير التالي. في ظل التذبذب الذي يعصف بالأسواق العالمية، لا تزال الأسواق الإماراتية تبحث عن الاستقرار والعودة إلى المنطقة الخضراء من خلال الارتكاز والاعتماد على النتائج المالية للشركات للربع الثالث من هذه السنة، والتي سجلت أرقاما إيجابية تجاوزت 60 مليار درهم. أرقام دفعت سوق أبو ظبي للأوراق المالية للارتفاع لسبع جلسات متتالية وصنعت نوع من الهدوء في سوق دبي المالية. برأيي كان هناك تجاوب في بداية ارتفاع الأسواق العالمية وبالذات السوق الأمريكي في الفترة الماضية، ولكن في الأيام الماضية بدأت يعني التراجعات تخيم بظلالها على أسواقنا، بالذات يعني أن السوق السعودي هو الأكبر بالمنطقة، يعني تقريبا هذه الجلسة الخامسة أو السادسة على التوالي يتراجع، يعني نتيجة تراجع أسعار النفط الأغلب يكون هو السبب الرئيسي أيضا لما يدور بأحداث من المنطقة من أحداث سياسية. رغم هذه الارتفاعات بقيت مستويات السيولة في السوقين خلال الأسبوع المنقضي ضعيفة، حيث لم يتعدى المليار درهم في حين كان يتأرجح عند مستوى 3.5 مليار عند بداية هذا الشهر، وهو ما دفع المضاربين إلى العزوف عن عملية الشراء في ظل تراجع القيمة السعرية للأسهم خلال الأسبوع بأكثر من 30%. لا يزال هناك متابعة من قبل المستثمرين لما يحدث في الأسواق العالمية، مع العلم أن الشركات المحلية أعلنت في أغلبها نتائج كانت إيجابية. لاحظنا القطاع البنكي تقريبا إعلان 16 بنك بما يتجاوز 16 مليار درهم، وهذا يعتبر شيء إيجابي خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى بعض الشركات العقارية التي أفصحت، وكان آخرها شركة إعمار عقارية أفصحت بأرباح عن نهاية 9 أشهر قرابة 2.4 مليار، وهذا أيضا يعتبر إيجابي. هذا ويرجح الكثير من المراقبين للأسواق الإماراتية عودتها إلى الارتفاع بداية من الشهر القادم،
وتخطي هاجس تراجع الأسواق العالمية وتراجع أسعار البترول، معتمدة على النتائج المالية للشركات المحلية. يضاف إلى ذلك دخول استثمارات أجنبية كثيرة إلى الدولة وعودة السيولة إلى الأسواق المالية. رغم النتائج الجد إيجابية التي أعلنت عنها الشركات للربع الثالث، يبدو أن تأثير الأسواق العالمية على الأسواق الإماراتية لا زال واضحا، وذلك من خلال تدني مستوى السيولة في الأسواق. من داخل بورصة دبي، عبد اللطيف بخوش، الغد العربي، دبي. اسمحوا لنا نرحب من جديد بالسيد عيسى فتحي المحلل الاقتصادي ليحدثنا عن البورصات الخليجية. سيد عيسى، كما شاهدنا في التقرير، منيت كل من بورصات دبي وأبو ظبي بحالة من التراجع. هذه الحالة من التراجع ترجع لأسباب منها سيطرة أو هيمنة المضاربين اليوميين الذين يتخذون من هذه الحالة أو من حالة التذبذب والتأرجح فرصة ملائمة لهم لتحقيق الأرباح. ما تعقيبك على ذلك؟ هي نفس فكرة عقيدة الصدمة اللي اتكلمت عنها في البداية، اللي بيحاول الناس تخلق كوارث عشان تكسب من وراها. لكن الخيط الرئيسي اللي بيجمع كل بورصات الخليج مع بعضها هو متغير سعر البترول نفسه. صحيح. لأن موازنات هذه الدول عندما تعد بتعد طبقا لسعر افتراضي مفروض عادة بيكون أقل من السعر السوقي. فمثلا السعودية مثلا بتشتغل على 80 دولار، لما كان 100 دولار فكان ممكن تعمل فائض في الميزانية، ف80 دولار تكيت أو تبقى متعادلة يعني. في قطر 65 دولار، فتلاقيها في مأمن أكتر، عشان كده تجد البورصة القطرية عاملة نتائج أفضل نسبيا يعني. لكن هو سعر البترول هو المحك الرئيسي اللي حاكم المسألة، لأنه ده بيقول لأن سعر البترول عادة بيغطي ثلاث حاجات في دول الخليج: تكلفة الاستكشاف نفسها والحفر، أجور ورواتب العاملين في الدولة، وخطط الاستثمار اللي موجودة فيها. فطبعا ممكن النهاردة لو جه هيجي أساسا على خطط الاستثمار، طبعا ده اللي بيهدد البورصات عادة، أن خطط الاستثمار يحصل فيها انكماش، فده ممكن يعمل انكماش اقتصادي، فبيخلي برغم نتائج الأعمال الجيدة اللي أعلن عنها، لأنه برضو مش متفائل باللي جاي، لأن دي بتعكس فترة مضت، لكن هو البورصة بتشتغل عادة على ما هو قادم وليس على ما مضى يعني. نختم معك وعذرا لضيق الوقت أستاذ عيسى بالسوق السعودي، ومفهوم طبعا أن الاقتصاد السعودي هو الأقوى في منطقة الخليج، لكن الملاحظ أن السوق السعودي يتراجع أسبوع ويتقدم أسبوع آخر. هذا التذبذب من وجهة نظرك هل هو مرتبط بما أثير أخيرا فيما تصل بأسعار النفط، أم أن هذا يعني راجع لطبيعة السوق السعودي؟ لا، هو بالتأكيد جزء كبير منه مرتبط بموضوع سعر النفط، لكن برضو ما ننساش أن في 2006 كان السوق السعودي وصل ل 21 ألف نقطة، وبعدها حصل ضروب كبير جدا في هذا السوق بسبب عملية الائتمان اللي كانت واسعة وأدت إلى خسائر رهيبة ليهم، بحيث هبط المؤشر تقريبا إلى حوالي 6000 نقطة، يعني فقط 15000 نقطة. هذه الأمور بتؤثر كثيرا في المستثمر، بتخليه يستدعي الماضي، فبيحصل نوع من التخوف، وبالتالي عاوز يقف على أرض صلبة. فأعتقد أنه لو تحسن سعر البترول أعتقد ده ممكن يعيد كثير من الثقة لدى المستثمرين. أستاذ عيسى فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في السوق الأسبوعي. شكرا. مستمرون معكم في السوق الأسبوعي ونتابع فيه بعد فاصل قصير. بعد استلام دفعة مبدئية من رواتبهم للمرة الأولى، موظفو حكومة حماس السابقة يأملون في انتهاء أزمة الرواتب. من سوريا تابعوني أنا موسى العمر على الغد العربي.
من جديد مرحبا بحضراتكم. ومن الأحداث الاقتصادية التي شهدها الأسبوع توقيع اتفاق الغاز بين أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، والذي ينص على استئناف موسكو إمداداتها الحيوية من الغاز إلى جارتها أوكرانيا في الشتاء مقابل تلقيها مدفوعات يساهم في تمويلها الجهات الغربية الدائنة لكييف. الاتفاق الذي شهده رئيس المفوضية الأوروبية ووزيرا الطاقة الروسي والأوكراني ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة يتوقع تنفيذه مباشرة بدءا من الأسبوع الحالي. عقب محادثات بين أوكرانيا وروسيا برعاية الاتحاد الأوروبي، وافقت كل الأطراف على اتفاق يقضي باستئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا على مدار فصل الشتاء، وذلك بعدما اشترطت روسيا ضمانا أوروبيا يلزم كييف بدفع جميع ما عليها من مستحقات. من جهتهم قال مسؤولون في المفوضية الأوروبية إن كل من روسيا وأوكرانيا اتفقتا على التنفيذ الجاد والفوري للبنود، إذ تتطلع موسكو إلى مساعدة الأوروبيين لأوكرانيا في سداد ديونها لشركة غازبروم الروسية. بعد التزام المفوضية بضمان تنفيذ هذا الاتفاق، أقول إنه لا داعي الآن للقلق بشأن معاناة الأوروبيين من البرد هذا الشتاء. وبعد فشل عدد من جولات المباحثات في الأسابيع الأخيرة إلى جانب استمرار النزاع المسلح مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، يعمل الاتفاق أيضا على تهدئة المخاوف من تعطيل آخر لإمدادات الطاقة، لا سيما المنقولة عبر خطوط الأنابيب المارة من أوكرانيا والمتوقفة عن العمل منذ يونيو الماضي. ستظل روسيا مصدرا يمكن التعويل عليه في توريد الطاقة إلى أوروبا، أما عن هذه الأسعار فهي تنطوي على خصم قدره $100 عن مستواها المنصوص عليه في اتفاق إمدادات الغاز المبرم قبل سنوات. وينص الاتفاق الذي يبلغ إجمالي قيمته $4.6 مليار على دفع أوكرانيا $3.1 مليار على مرحلتين بحلول نهاية العام لسداد ديون تتعلق بإمدادات سابقة من غاز بروم الروسية، وسيتبقى على كييف سداد $1.5 مليار يأتي بعضها من اتفاقات قائمة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لشراء إمدادات غاز جديدة يبلغ حجمها نحو 4 مليارات متر مكعب حتى مارس، وهي الصفقة التي تصمم روسيا على سداد ثمنها مقدما. وقد صعدت المؤشرات الروسية خلال تداولات الجمعة على إثر هذا الاتفاق، كما شهدت أسهم شركات الطاقة الروسية نموا جماعيا ملحوظا. ويرى الخبراء أن الاتفاق يصب في صالح أوكرانيا بشكل عام، كما أنه سيوفر لموسكو سيولة في وقت يعاني اقتصادها بسبب هبوط أسعار النفط العالمية وعقوبات فرضها عليها الغرب بسبب الأزمة مع كييف. وتعتمد أوكرانيا على روسيا في 50% من حاجاتها من الغاز، في حين تزود روسيا الاتحاد الأوروبي بثلث احتياجاته من الغاز، يجري تصدير نصفه عبر الأراضي الأوكرانية. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا على الهاتف من موسكو المحلل الاقتصادي الأستاذ رائد الأغبر. بعد تحية أستاذ رائد، ترى ما هي العوامل التي ساعدت على توقيع الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا رغم ما هو معروف ومتداول من توتر ما زال قائما في العلاقات بينهما؟ يعني هناك عدة عوامل في الحقيقة، أهمها اقتراب موسم الشتاء وهو البارد والقارس جدا سواء كان في روسيا أو في أوكرانيا التي تعد الشقيقة لروسيا عرقيا وجغرافيا. العامل الأول نستطيع أن نقول أنه هناك حاجة لأوكرانيا، حاجة ماسة إلى صادرات روسيا من الغاز الطبيعي، لأنه الجانب الروسي نعم نحن معك، لأنه الجانب الروسي متمسك بصيغة الدفع المسبق بعد تسديد الديون السابقة على أوكرانيا والتي تم الاتفاق على سدادها أو سداد جزء منها يصل إلى أكثر من $3 مليارات حتى نهاية العام، علما أن قيمة إجمالي الدين هي أكثر من 5 مليارات و200 مليون دولار. طيب هناك عامل ثاني هو أن التوقيع جاء بضمانات من المفوضية الأوروبية لسداد الدين، وهذا يضمن لروسيا مصداقية الدفع بالنسبة من الجانب الأوكراني. والعامل الثالث هو يأتي في حاجة القيادة الروسية
لإثبات عدم خلطها في الملفات السياسية والتجارية، أي أنها لن تدخل في مسألة شبه عقابية للشعب الأوكراني مثل قطع الغاز عن أوكرانيا بسبب عدم سداد الديون. طيب، يعني إذا كما هو واضح فإن لغة الاقتصاد يعني كانت حاكمة في الوصول لهذا الاتفاق بضمانات أوروبية كما أشرت. نسأل مباشرة عن آثار مترتبة بالتأكيد على توقيع الاتفاق بالنسبة لاقتصاد الدولتين وأيضا فيما تصل بمستقبل العلاقات بينهما. يعني حقيقة أنا لا أتوقع أن هناك أي آثار إيجابية لكلا الطرفين ولا حتى سلبية أيضا. حتى على المستوى الاقتصادي تقصد؟ أنا أقصد على المستوى الاقتصادي. دائما ما كانت روسيا تمد أوكرانيا بالغاز الطبيعي، لكن أوكرانيا تتأخر دائما بالدفع وبسبب صعوبات اقتصادية غالبا يعني لم تسدد ثمن الغاز. اليوم روسيا تفرض على أوكرانيا سداد الدين السابق، ممكن أن تكون هذه إيجابية إلى الجانب الروسي والدفع الفوري لأي كمية ممكن أن تطلبها روسيا. ممكن أن تطلبها أوكرانيا إلى الجانب الروسي. طيب، إذا يعني لا نستطيع القول بأن يعني تأثيرا إيجابيا يعني ربما ينعكس على العلاقات السياسية من خلال هذا الاتفاق، هو اتفاق اقتصادي بحت. اقتصادي بحت مطلقا، يعني الاشتباكات بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني ما زالت مستمرة في شرق أوكرانيا حتى اليوم. السيد رائد الأغبر الخبير الاقتصادي متحدثا إلينا من موسكو عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. للمرة الأولى منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني استلم موظفو حكومة حماس السابقة جزءا من مستحقاتهم المالية بقيمة 1200 دولار على أمل أن يتم إنهاء أزمة رواتب الموظفين المستمرة منذ فترة طويلة. تقرير مراسلتنا في غزة فنتابعه. تسلم الآلاف من موظفي حكومة حماس السابقة وللمرة الأولى منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية أول دفعة مالية بواقع 1200 دولار لكل موظف من أصل نحو 24,000 موظف مدني، فيما لم يتقاضى الموظفون العسكريون أي راتب حتى اللحظة. بنتمنى من حكومة التوافق الوطني بقيادة الدكتور رامي الحمد الله انه يعني يكثف موضوع الموظفين في غزة ويعني يعطيهم جميع مستحقاتهم، لانه احنا بنعمل في ارض الواقع وموجودين في عملنا ومدومين على هذا الامر. كما نسميها حالة انفراج لهذا الموظف الغلبان البسيط الذي يطمح لابسط حقوقه، يعني من وجود الراتب يعني ليستكمل حياته، والحياة صعبة. بدورها نقابة الموظفين في غزة اشادت بهذه الخطوة والمنحة التي قدمتها دولة قطر. خطوة ايجابية على طريق حل فعلا مشكلة الموظفين ودمجهم في سلم مالي وإداري موحد مع باقي موظفي الدولة، وإن شاء الله يكون الحلول بشكل عاجل. ويعني كما صرح أيضا وزير العمل أستاذ مأمون أبو شهلة أن دمج الموظفين في قطاع غزة سيتم خلال شهر، ننتظر تحقيق هذه الخطوة حتى فعلا يتم حل جذري لهذه المشكلة. فيما خبراء الاقتصاد أكدوا أن تلك المستحقات هي حق لكل موظف والتي تنعكس بالإيجاب على حياته المعيشية. هذه المبالغ خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن لا تحسن وضع الاقتصاد بشكل جماعي، هي تحسن على مستوى الفرد. ستحرك الأوضاع الشرائية في قطاع غزة لمدة أسبوع فقط، لأن معظم من تلقوا هذه المبالغ هم عليهم ديون سابقة خلال الأشهر الماضية. يشار إلى أن حكومة حماس لم تصرف رواتب موظفيها منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر حزيران، فيما كانت تصرف لهم سلفا مالية خلال العام الماضي. لعل حصول موظفي حكومة حماس السابقة على دفعة مالية من مستحقاتهم يشكل خطوة في طريق التخفيف من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها آلاف الأسر الفلسطينية منذ فترة طويلة في قطاع غزة. لبرنامج أسوق سعاد عكيلة، الغد العربي، غزة فلسطين. تيونر مشروع جديد سيتم من خلاله إمداد ملايين المنازل في تونس وأوروبا بالكهرباء. الإنتاج سيبدأ في عام 2018 وسيتم الربط بواسطته بين تونس وشبكة كهرباء أوروبا عبر كابل تحت البحر المتوسط.
تونور مبادرة جديدة تهدف إلى مد ملايين المنازل بالطاقة النظيفة بحلول عام 2018، وذلك عن طريق ربط الكهرباء التونسية بالشبكة الأوروبية. وينتظر أن يتمكن المشروع من توليد نحو 2 جيجاوات من الطاقة الشمسية المركزة من خلال المصنع الرئيسي والرائد الواقع بصحراء تونس. وتعد هذه الكمية من الإنتاج ضعف ما يمكن أن ينتجه مفاعل نووي متوسط الحجم. شركة لو كاربون للاستثمار في الطاقة المتجددة بالاشتراك مع مؤسسة لو إنرجي لتطوير استخدام الطاقة الشمسية يعملان معا في إنجاز هذا المشروع الذي وصل حاليا إلى مرحلة الانتهاء من التراخيص في كل من تونس وأوروبا، ومن المقرر أن ينتهي جمع ما يلزم من التمويل ومن ثم البدء في عمليات الإنشاء خلال عام 2016. ويقول المطورون أن المرحلة الأولى من المشروع ستغطي احتياجات مليوني منزل. قمنا بتحديد الموقع وبمساحة تبلغ 100 كيلو متر مربع. لدينا قياسات الإشعاع الشمسي كما تجرى حاليا الدراسات الاقتصادية اللازمة. حتى الآن تم استثمار ما يزيد على 10 ملايين يورو في المشروع. الطريقة التي ستستخدمها مبادرة تونور تسمى آلية الطاقة الشمسية المركزة، حيث مجموعات واسعة من المرايا توضع لتجميع عكس أشعة الشمس وتوجيهها لغلاية موجودة على قمة برج مركزي. ويتم تسخين المياه أو الملح المنصهر إلى درجة حرارة تصل إلى 550 درجة مئوية، وبعد ذلك يستخدم البخار الناتج في تشغيل توربين لتوليد الكهرباء. ستقوم خطوط الإمداد بنقل الطاقة المنتجة إلى الساحل التونسي على البحر المتوسط، ثم إلى نقطة الربط في إيطاليا عبر كابلات تحت البحر. ومن شبكة الكهرباء بشمال إيطاليا يمكن للطاقة المولدة أن تصل إلى بقية أنحاء أوروبا، ومن ثم تقلل القارة من اعتمادها على الوقود الأحفوري. منذ عام 2011 وما زالت الدولة الصغيرة الواقعة شمال إفريقيا تعاني أزمات سياسية، لذا فإنه ينظر إلى هذا المشروع على أنه أحد أدوات الاستقرار في تونس عن طريق دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز فرص العمل التي أدى نقصها الشديد إلى انتفاضة أطاحت برأس النظام الحاكم. كان هذا كل ما لدينا من السوق الأسبوعي. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة. دوما نشكر لحضراتكم حسن المتابعة. نترككم في رعاية الله وأمنه.